خليوني إن نتكلم نعبر على وجهة نظري، رغم اللي البعض ما عرفش يكون قال لي انت شو مدخلك، ما عادش تدخل في السياسة وما عادش، لا نعطي وجهة نظر. ما عادش نتدخل في السياسة لا يعني انني لا يكون لي وجهة نظر، فهمت؟ فما فرق من بين ما تدخلش في السياسة ومن بين تعمل السياسة، ازول ولا نزول. اليوم حبيت تحكي على المهزلة اللي واقع في تونس، وياسر أشخاص يتصلوا بيا خاصة المشرق. تعرفوني أنا معناتها أكثر شيء معناتها قليل عندي علاقة، فهمت؟ أكثر شيء معناتها يتصلوا بيا من خارج تونس، يقولوا لي معناتها أنهم مبهورين بالديمقراطية والحرية اللي موجودة في تونس. هم يغزروا كان من خارج، ما همش يشوفوا من الداخل. هذه نقطة أولى ومهمة. النقطة الثانية، هما مازالوا ما وصلوش للربع اللي وصلنا له احنا. احنا وصلنا مراحل كبيرة، هذا متفق عليه، فهمت؟ لا نقاش فيه، لا في مستوى الوعي، لا في مستوى العمل، في كل شيء. يعني اتطورنا، يعني الدول الأخرى اللي تشوف فينا بانبهار هي عبارة على دول يعني لم تصل بعد، فهمت، للربع اللي وصلنا له احنا، يعني مازالوا بعاد. أنا مانيش نتكلم على بعض الأشخاص، طبعا بعض الأشخاص عندهم درجة من الوعي والمعرفة، نتكلم فيك على العامة، على أكثرية الشعب، فهمت؟ يعني احنا النسبة الواعية والنسبة نجم نقول المتحضرة هي نسبة أكبر من الدول الأخرى. واحنا الهدف نتاعنا مش هذا، فهمت؟ مش هذا الهدف نتاعنا، الهدف نتاعنا اكبر من هذا، اللي هما يحلموا به احنا ما عادش نحلموا به. احنا اصبح تحصيل حاصل، احنا الان نفكروا في حاجه ما اكبر، نفكروا باش نلتحقوا بركاب الحضاره وركاب الانسانيه. يعني انا وقت نتغشش مثلا، بعضهم يجي يقول لي، يبعث لي مساج يقول لي كريم شوف الحريه اللي موجوده في تونس وعندكم انتخابات، احنا ما عندناش واحنا كذا واحنا كذا. نقول له اوكي انا مانيش راضي. علاش انا مانيش راضي؟ انا مانيش راضي لان مانيش نحلم باللي تحلم به انت، انت مزت ما وصلتش للي وصلت له انا. اما نحلم بحاجه ما احسن. صحيح اللي تشوفوا فيه ما احلاه وما بن وما عندكمش انتم الربع نتاعو، اما هل هو كافي لنا احنا؟ لا مش كافي. به خليوني نبدا، فهمت؟ نبدا به، نخلي السيجار وهذا. به خليني بردي نطرح للاشخاص اللي خارج تونس، فهمت؟ خاطر نعرف اللي يتبعوا فيها اكثرهم خارج تونس واكثرهم ما همش توانسه، فهمت؟ نفهمهم الوضع شنو بالضبط في تونس باش يكون عندهم فكره. وبالنسبة للتوانسة انتم أكثركم، يعني التوانسة فما اللي مش أكثركم، يعني فما ياسر توانسة يعرفوا الوضع يمكن يفهموني أكثر، فهمت؟ السلام على من اتبع العقل. طبعا نبدأ بالجملة متاعي. السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلمة. أزول ولن نزول. طبعا تعرفوني قبل تقريبا اكثر من 6 اشهر اني فقدت الامل في اي تغيير في تونس. فقدت، ما عادش عندي امل. يعني عندما نقول ما عادش عندي امل، ليس ما عادش عندي امل ابد الدهر، ما عادش عندي امل في الوقت الحاضر. يعني يحتاج الى 10 الى 20 سنة لكي يعود الامل، يمكن في الجيل الجاي، اما في الوقت الحاضر ما عادش عندي امل. وطبعا انا مانيش صغير، فهمت؟ ما نقعدش نخدم على حاجة ما هي باش توصل لحتى شيء. إذا فقدت الأمل في أي تغيير في تونس، خاصة بعد ما هبطت لتونس المرة الأخيرة تقريبا عام، توا تقريبا قريب عام، فهمت؟ وحبيت نكون حزب أمازيغي يقوم على هوية الأرض، الذي طبعا تم رفضه. ولا داعي الآن، مش داعي باش نقول لكم التفاصيل، يمكن في مناسبة أخرى نقول لكم التفاصيل وشنو الرد
نتاعهم، فهمت، على رفض الحزب. وانا قلت في المقابله وقتها في اصوات مغاربيه، انا هبطل تونس باش نكون حزب، مش الهدف نتاعو ناخذ الحزب او نعمل السياسه، انا السياسه ما تهمنيش اصلا، فهمت. ولكن لكي امتحن السيستم اللي موجود الذي اعطى التاشيره الأحزاب إسلامية، منها حزب التحرير، منها النهضة، وأحزاب قومية عربية، ورفض أن يعطي تأشيرة لحزب أمازيغي. أنا قلت كان تم القبول، يمكن أن أقول أن بالفعل هناك يعني قبول للأحزاب في تونس مهما كان، ولكن الرفض وطريقة الرفض ورفض الحزب، لأن عدة أسباب، طبعا رفض الحزب لم يكن فقط لأنه أمازيغي طبعا، ولكن موجود في الرفض لأن الاسم تيناست ليس اسم يعني يقبل به تكوين أحزاب، ولكن طبعا فما في الرفض أخطاء في تحرير المطلب، نستعرف بهذا. إذن بدون أن أدخل في التفاصيل، أما حصلت لي قناعة أن كل حزب موجود وكل سياسي مهما كان أو يقترب من السياسة في تونس على بكرة أبيهم يجب أن يكون من العصابة ومن السيستم. أي واحد خارج السيستم، أي واحد ما يدخلش في الألاعيب متاعهم، أي واحد ما يقبلش اللعبة متاعهم اللي يلعبوا فيها على الشعب، لا يمكن أن يتقدم لا للرئاسة ولا لأي منصب سياسي، ولا يمكن أن يكون حزب، ولا يمكن أن يعمل في المجال الحزبي. هذه قناعة حصلت عليها، فهمت. إذن كل من يقول لك حزب إسلامي يساري عروبي تقدمي علماني، هذه الأحزاب الموجودة الكل، هذه تابعة سيستم واحد متفقين مع بعضهم. وقابلت كثير من الشخصيات من الأحزاب السياسية وكل شيء، وقالوا لي بصراحة، قالوا لي يا ما تلعب معانا يا ما راك ما عندك حتى شانس، ما عندك حتى فرصة، لازم تلعب معانا، خاطر احنا راهو جماعة سقاط انذال، فهمت، نلعبوا على الشعب، عبارة على انه 4 سراق ولا 5 سراق ولا 10 سراق يقولوا للشعب انتخبوا. عندما نقول سراق مش معنى سارق، يعني سارق كذاب اللي تحب عليه انت، يعني ناس عصابات يجيوا يقولوا للشعب اختاروا شكون تحبوه رئيس العصابة متاعكم، رئيس متاعكم شكون. اما ما فما حتى حزب، حتى شخصية سياسية في تونس، فهمت، الا تابع السيستم، هذا لا نقاش فيه. اذا فهمت ان السيستم كامل فاسد من الرأس الى اصبع الرجلين، ومنذ ذلك الوقت تخليت عن العمل السياسي وتخليت عن السياسيين، لأن حصلت لي قناعة أخرى مهمة، إن الشعب جاهل وغير واعي. عندما أقول الشعب ليس كل الشعب، وإنما طبقة كبيرة من الشعب، يعني السواد الأغلب من الشعب مع الأسف، فهمت، جاهل على الجهل نتيجة السياسات من وقت ما يسمى الاستقلال العسكري إلى اليوم، وهذا ما هوش موضوع. خليني نكملوا في نفس الاتجاه باش نوضح لكم الفكرة، ومن بعد نجموا معناتها ندرجوا شوية. إذا شنو الحل توا أنا شفت؟ الحل الوحيد أن الطبقة المثقفة أو الطبقة المفكرة أو الطبقة الواعية أنها يجب أن تعمل مدة 10 إلى 20 سنة في المستقبل على توعية هذا الشعب.
سوى بالكتب، سوى بالمقالات، باش الشعب ما يقراش، ما يقراش لا كتب لا يقرا لا مقالات، هو كلمه في الفيسبوك ما يقراهاش. اذا هناك طرق اخرى الان كما الفيديوهات القصيره، كما التصاور، 20,000 حاجه يجب الشعب هذا ان يعي. راه لا يمكن ديمقراطيه ولا يمكن انتخابات مع شعب جاهل. هذه قصة تذكرني بقصة ذكرها إخوان الصفاء حول مجموعة من الحكماء كانوا تايهين في البحر فوقعوا في جزيرة، وكانت هذه الجزيرة مملوءة بالحيوانات، فأرادوا أن يحكموا الجزيرة، قالوا إحنا باش نحكموا الجزيرة هذه وباش نسيروا فيها العدل. جاتهم الحيوانات، هاو البهيم، هاو الصيد، هاو الفيل، هاو. قالوا له يا ولادي كيفاش تحكموا الجزيرة متاعنا؟ كيفاش تحكموا فيها؟ قالوا لهم احنا فهمت حكماء وعندنا معرفة وعندنا علم وكذا، احنا باش نحكموا في الجزيرة باش الأمور تتنظم. قالوا له لا. قالوا لهم لا. إذا في الأخير التجأوا إلى ما يسمى إلى ملك الجن لكي يتقاضوا عنده. الحيوانات اقترحوا قالوا نعملوا انتخابات. فهمت؟ جاءوا الحيوانات حطوا ممثل ليهم الصيد ولا الفيل ولا البقرة ولا ما نعرفش شكون. قالوا الملك الجن يا سيدي نعملوا انتخابات. واللي يربح هو اللي يحكم الجزيرة. يا اخي الحكماء قالوا كيفاش نعملوا انتخابات؟ شيء طبيعي انتوا باش تحكموا. نعملوا انتخابات، انتوا الكل الجزيره كلها حيوانات. فهمت؟ يا اخي في الاخر الحاكم تاع الجنة حكم انهم يحكموا هالحكماء هذم، لان لو قامت انتخابات سوف ينجح الحيوانات. الدول اللي تشوفوا فيها ديمقراطيات سواء من أمريكا، سواء فرنسا، سواء إيطاليا، سواء غيرها وغيرها وغيرها وغيرها، هل تتصور أن الديمقراطية جاتهم هكاكا؟ من بعد ثورات، ومن بعد ديكتاتوريات، ومن بعد ما يسمى بالديكتاتوريات العادلة. فهمت؟ وبعد مرحلة طويلة انتوما هكاكا من السماء باش توليو حرية وديمقراطية، و80% من الشعب، فهمت؟ ما هو فاهم شيء من السياسة؟ يا أخي قديش عندها الانتفاضة 8 سنوات؟ وحتى 50 سنة من الاستقلال العسكري عن فرنسا؟ كيفاش باش تعمل؟ شيء طبيعي، شيء طبيعي، وهذا باش نرجع للموضوع، خلينا ننتقلوا لنقطة أخرى. النقطة الثانية، هذه العصابات، فهمت؟ معناتها بجملتها من تقدميين ومن إسلاميين ومن يساريين وغيرهم، هو صراع طويل، معناتها هذوما الأحزاب الكل اللي تشوف فيهم توا هذا السيستم، هذوما راهم معناتها يتصارعوا مش من الآن، فهمت؟ ديكتاتورية وطنية، نعم، ديكتاتورية عادلة، ديكتاتورية عادلة، لازم ديكتاتورية عادلة وطنية. ديكتاتورية وطنية خير من انتخابات جينا واحد نعرش عليه فين. خليني نرجع الموضوع هذا، خلينا نفهم الفكرة من قبل الاستقلال، من وقت الحماية. انتم تعرفوا اللي تونس كانت تابعة الحماية التركية، أي تابعة ما يسمى بالعالم الإسلامي، وجات فرنسا وجاو البيات تاع تونس من أحد خير الدين باشا وقت حب يتقرب لفرنسا وكل شيء. لازمكم تفهموا هذا موجه، يمكن التوانسه يعرفوه، اما متوجه للي خارج تونس. خير الدين باشا سن قوانين تقدميه وظهروا علماء في تونس، فهمت؟ حتى من داخل جامع الزيتونه دعوا الى تحرير المراه ودعوا الى القطع مع التخلف والانحطاط. ووقعت في الأخير ما تسمى بالحماية الفرنسية. ثم كانوا البيات اللي طلبوا من حماية تونس من فرنسا كانوا مع بقاء
تونس تحت فرنسا، فهمت؟ كيما توا مثلا مالطا، او مثلا سبتة ومنيليا، او جزر الكناري، فهمت؟ حبوا تبقى. لكن طبعا ظهروا طيارين، طيار قال احنا علاش تونس، علاش فرنسا تبقى في تونس، احنا نحب الاستقلال العسكري، واللي تحب عليه فرنسا، احنا باش نتبعوا السيستيم بتاع فرنسا، واحنا كدولة صغيرة بشوية بشوية حتى اللي نوصلوا قوتنا، ومن بعد نجموا نطالبوا بالاستقلال الفعلي. وهذه هي فكرة ما يسمى بورقيبة، وأقنع ياسر عبيد من جماعة البيات ومن الطبقة المثقفة وكذا وكذا، وكون ما يسمى بالاستقلال العسكري عن فرنسا، رغم كل سلبياته، رغم كل سلبياته، فهمت؟ لكن كان مهم لتونس، وكما يقال أقل الضررين. بينما الطرف الآخر، فهمت؟ المد الآخر، احنا قلنا زوز أطراف، طرف تقدمي باش نسميه تقدمي، اللي هو النجم نسميه زاد طرف البورقيبي، وطرف يقول لك لا، تونس لازمها ترجع للحظيرة الإسلامية، وحتى إن سقطت الإمبراطورية العثمانية يجب تونس أن تكون تابع ما يسمى بالعروبة والإسلام، وهو الشق اليوسفي بتاع صلاح بن يوسف، فهمت؟ ووقع صدام قبل الاستقلال وبعد الاستقلال، انتهى بمقتل، فهمت، صلاح بن يوسف، وانتصار بورقيبة في معركته نحو رفع تونس نحو التقدم. وقلت لكم رغم الاستقلال عندي عليه اعتراضات، ورغم السلبيات اللي عملهم بورقيبة، ورغم 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 ورغم، بورقيبة اختار أقل الضررين. يعرف تونس دولة صغيرة، يعرفها ما عندهاش الإمكانيات، ما عندهاش ثروات، ما عندهاش حتى الثروات اللي عندها اللي حاجتهم بها فرنسا، مثال يعطيها لها، فهمت، ببخس الدراهم، مش مشكل، ضحى بياسر حاجات، المهم انه خذا ما يسمى بالاستقلال العسكري. إذا هذوما الشقين باش نقسمهم، أتباع، فهمت، نجم نقولوا أتباع فرنسا أو أتباع الدولة، الدول المتحضرة أو المتقدمة، فهمت، وتكون معناتها الدولة نصف مستقلة مقابل تحصيل على نوع من التحضر والازدهار، وتعرف أنتم مش عمل بورقيبة معناتها في مسألة التعليم وغيرها وغيرها وغيرها، عمل حاجات باهية وعمل حاجات خايبة، وهذا شيء طبيعي، لأن الإنسان الذي لا يخطأ هو الإنسان الذي لا يعمل، الإنسان الذي لا يسقط هو الإنسان الذي لا يمشي. بالنسبة لي بورقيبة يبقى قائد تاريخي لتونس. أما الشق الثاني هو الارتباط بالعالم الإسلامي العروبي، فهمت، ويحصل ما يسمى، رانا كما الدول الأخرى تولي، معناتها كما الدول الأخرى. إذا هذا الصراع ظهر بقوة بعد الاستقلال العسكري بين الشق البورقيبي كما قلت لكم، الشق اليوسفي، الذي انتهى بانتصار بورقيبة، وحصلت تونس على تطور لا بأس به في التعليم والثقافة، حتى ظهرت ما يسمى بالحركة الإسلامية والحركة العروبية، اللي هي نسميهم نفس الشيء أنا. أما الحركة الإسلامية وقتها ظهرت بقوة، التي فهمت هي في الحقيقة امتداد طبيعي لحركة اليوسفية، التي عملت منذ 50 سنة أو أكثر من 50 سنة على وضع العصا في عجلة التقدم، حتى فهمت تعيد تونس إلى بيت الطاعة ما يسمى بالعالم العربي الإسلامي المتخلف. وجاء ابن علي وأراد أن يمسك العصا في النص، هذيك الكل معناتها التفاصيل مش لازم ندخلوا فيها، ويمكن معناتها تطلعوا عليها في الكتاب نتاعي اللي باش يخرج بعد جمعتين في تونس. يمسك العصا في الوسط، ولكن بعد 23 سنة من الحكم وقعت ما يسمى بالانتفاضة، وعاد المد المتخلف بقوة، وأصبح يعمل على سيطرة على الدولة، ولكن طبعا لا يستطيع، لأن بورقيبة رغم كل شيء بنى قاعدة صحيح. إذن فهمت ماذا يفعل هذا المد الإسلامي؟ أول حاجة لازمه مراحل،
لم يطمع في الرئاسة في الأول، شنو حط طرطور؟ المرزوقي، فهمت؟ منصف المرزوقي حطه كطرطور. أنا قلت وقتها، فهمت، في الانتخابات هذه باش ينجح الإسلاميين، خاطر هما ما عملوش في الانتخابات تاع 2011 2012 باش يوصلوا للحكم ويسيطروا على تونس كاملة، وما عملوش على 2014 هذاك علاش هما بدلوا الدستور وجعلوا انه الرئاسة. ساحطها في بالكم، هذا النظام نص رئاسي ونص ونص برلماني، هو نظام فاشل، لأن لكي يقع تغيير وتبديل يجب أن يكون الرئيس من نفس الكتلة البرلمانية. لو الرئيس لم يكن من نفس الكتلة البرلمانية يتكلم الصباح لليل، البرلمان ما يوافق على شيء، كما وقع الباشي قاعد السبسي، قداش من قانون ما نجمش يعدي. علاش؟ على خاطر الرئيس ليس له قوة في البرلمان، فهمت؟ إذا أنا قلت في 2019 سوف يعني يميزوا على الرئاسة، وبالفعل مازو عبد الفتاح مورو طبعا، فهمت، والجبالي بيه جبالي حكيته فارغة، هو انفصال وقع، فهمت، لكن ما حبوش يغامروا، معناتها كانت معناتها باش يربحوا بعد اللي وقع في تونس والارهاب وكذا وكذا وكذا، لازمهم يجيبوا طرطور اخر. شكون يجيبوا قيس سعيد، فهمت؟ باهي، خلينا نكملوا القصه. نعود للذي يحدث في تونس اليوم والانتخابات الرئاسية. للعلم، النقطة الأولى، إن الرئيس في تونس بعد تغيير الدستور ليس له أي قيمة في أي تغيير إن لم يكن له كتلة برلمانية تؤيده، أي عبارة على الرئيس كيبدا ما عندوش كتلة، عبارة على صورة أو حبر على الورق، أي مهما كان الرئيس ليس مهم، المهم هي الانتخابات التشريعية. هذه النقطة لازمكم تفهموها، خاصة اللي ما يعرفوش السياسة في تونس، واللي النظام في تونس ما هوش نظام رئاسي، هو نصف رئاسي ونصف برلماني، فهمت؟ النقطة الثانية، نحن نعلم أن تونس دولة صغيرة كما قلنا، وهناك صراع بين التقدميين اللي مثلهم الشق البورقيبي والرجعيين الذي يمثلهم الإسلاميين والعربيين. المشكل الذي وقع بعد انتفاضة 2011 إن الرجعيين عندهم حزب قوي، ليس كلهم في نفس الحزب، ولكن فما ياسر أحزاب، فهمت، رجعية، كثير من الأحزاب الرجعية، كثير من الشخصيات السياسية المستقلة الرجعية، كثير، فهمت، ولكن رغم كل هذاك فما حزب النهضة الذي هو حزب إيديولوجي، حزب متناسق، حزب معناتها يخدموا فيه أشخاص، فهمت، بالآلاف، وعندهم مصالح اقتصادية وسياسية وغيرها وغيرها وغيرها، يعني عبارة على ماكينة أو سيستام داخل الدولة منظم. وهؤلاء، فهمت، رغم أن الرجعيين في تونس ليس فقط حزب النهضة، هناك كثير من الأحزاب والشخصيات كما قلت لكم الرجعية، وهذوما منتشرين في المناطق المهمشة. الغلطة اللي عملها بورقيبة إنه همش المناطق الداخلية والجنوب، يعني ركز على تونس العاصمة والساحل، وإحنا نعرف لو فهمت يعني عندما معناتها الانتخابات ديما الأكثرية هي اللي تربح، مادام ان الأكثرية اللي هي المناطق الداخلية والجنوب مهمشة، ولان هذه معناتها الأكثرية تشارك في الانتخابات، اذا ماذا يوقع؟ يوقع ان الفكر الرجعي هو الذي يطفو، وهذا ما وقع في 2011، فهمت، وهذا ما وقع. خلينا نرجع لنفس الفكرة.
إذا المناطق المهمشة بعيدة عن الساحل والعاصمة هم يمثلون قوة عددية لا بأس بها، بينما التقدميين بعد الانتفاضة فهمت تشتوا المليون حزب، يزيش هما قلال ويزيش تشتوا المليون حزب، وليس لهم أي حزب قوي. هذه نقطة. إذا الرجعيين عندهم حزب قوي النهضة واللي باتصال بكل الأحزاب الرجعية الأخرى، والتقدميين ما عندهم حتى حزب قوي، حتى حزب النداء اللي عملوه تكسر. النقطة الثالثة، الشق التقدمي لم يعد متكون من برجيبيين فقط، ديجا هما بيدهم قسمين، جماعة يميلوا لبن علي وجماعة يميلوا لبورقيبة فهمت، وفوق هذاك الكل فهمت تخلى على الخط ما يسمى رجال المال والأعمال والفكرة بتاع العولمة، أو ما يسمى الشق الذي يطالب أن تكون تونس مثل اليابان أو مثل كوريا الجنوبية، واللي هو الخط متجه نحو أمريكا فهمت، وهو اللي يمثله نبيل القرن. بينما الشق البرجيبي في الوقت الحاضر الوحيد اللي يمثله فهمت لا عبير موسي لا بطيخ، هذوك ما حكيتهم فارغه، معناتها نكلم فيك معناتها اللي يمثله بالفعل هو عبد الكريم السبيتي، وهذا شنو عمل قائد سبسي قبل ما يموت فهمت، على خاطر هي ماهيش لعبه، فما وصايا فما خيوط فما اشياء تخدم، ماهيش لعبه فهمت، ما يجيش واحد هكاك يطلع من السماء، مستحيل، ما فماش هذه فكره مستقل وما مستقل ما فماش فهمت. خلينا نرجع. اذا عندك الشق اللي مثله الراسماليه وكذا وكذا هذوك نتاع نبيل القرن، والشق البرجيبي مثله عبد الكريم السبيدي، والشق النهضوي يمثل عبد الفتاح مور. اذا انا كنت اتصور ان في الانتخابات الرئاسيه، رغم قلت لكم اني منصب الرئاسه ماهوش مهم، لكن في الانتخابات الرئاسيه سوف يقع صراع بين ثلاث اشخاص، من بين الشق الاسلامي وكل ما يمثلهم الرجعيين، والشق البرجيبي او الفرنسي اللي متمثل بعبد الكريم الزبيدي وكل ما يمثلهم من تقدميين وكذا وغيرهم، وشق نبيل القروي الذي يمثل رجال الأعمال والأموال وفتح السوق وبيع تونس، فما حتى مشكل، رأوا كان الشعب التونسي يحب يبيع تونسي يبيع، يحب يولي كما فهمت دول أخرى هو حر، أنا مانيش باش ندخل، أنا نحكي لكم على الفكرة فهمت. ولكن قلت في الأخير زوز من هذم، وأكيد قلت يا إما عبد الفتاح مورو وعبد الكريم السبيدي، يا إما عبد الفتاح مورو والقروي. وقت شفت تم توقيف القروي، وليس صدفة راه توقيف القروي فهمت، لأن هذاك الشق ميساعدش جماعة البرجيبيين فهمت، والشاهد واللي وقفوا القروي هما من جماعة البرجيبيين، ميساعدهم شكون عندهم منافس آخر يحبوا تونس ديما تبقى يما من بين الرجعية يا اما من بين فهمت البرجيبيين، فمش حل اخر. اذا انا توقعت ان باش تكون المعركه بين عبد الكريم الزبيدي وعبد الفتاح مورو، رغم اللي عبد الكريم الزبيدي يعني معناتها بالنسبه لي اهون من القروي، القروي مصيبه مصيبه القروي، عرفت شنو تونس شنو تولي، يعني سهي انتهت تونس فهمت. يعني انا شخصيا في الداخل متاعي، ونرجع لكم للمساله هذه، انا عام 2011 انتخبت القطب وشاركت في الانتخابات وكل شيء، والقطب هو معناتها الوسط وقتها كان الكيلاني وجماعه وابراهيم وغيرهم وغيرهم وغيرهم، لكن القطب تم تكسيره من طرف شكون؟ من طرف البرجيبيين ومن طرف الاسلاميين، شتت، وهو خط موازي بين اليسار واليمين متوسط، يعني أشخاص معناتها مثقفين مفكرين كذا وكذا ويعرفوا الخطر الإسلامي كل شيء.
عام 2014 قررت اني لا اشارك في الانتخابات، ولم اشارك في الانتخابات، ولكن وقت شفت النداء رجع لي الامل وايدت النداء. قلت هاي النداء على الاقل معناتها نحطه نوخروا شويه الخطر الاسلامي. انا كنت متصور معناتها اللي قائد السبسي باش يعمل حاجات فهمت يكسر بها النهضه، لكن لم يفعل شيء. طبعا وانا نفهمه خاطر مش ساهل، نعرف النهضه ونعرف الاسلام السياسي والخطر نتاعو والتلاعب نتاعو فهمت. اذا كنت متوقع عبد الفتاح مورو وعبد الكريم السبيتي، علاش؟ خاطر الاخر في الحبس ديجا فهمت، ومستحيل الشعب التونسي او يقبل فهمت، او البورقيبيين العصابه فهمت، هم كلهم عصابه طبعا مع بعضهم يقبلوا. لكن تبقى احتمال، احتمال ان نبيل القروي يوصل للحكم. الان نشوف النتائج، انا ما حبيش نتكلم حتى نشوف النتائج الرسميه، هي من بين فهمت عبد الكريم الزبيدي، من بين القروي، ومن بين فهمت من بين القروي ومن بين قيس سعيد. هذه المفاجأة اللي ما كنتش نتوقعها، ما كنتش نتصور اللي النهضة باش تجيب لنا طرطور آخر. علاش؟ على خاطر عرفت اللي لي شانس او الفرص لكي يوصل عبد الفتاح. خاطر هي شنو تحب؟ هي تحب تكون عندها وزن في البرلمان ووزن في الرئاسه، وقتها تسيطر على البلاد. لكن كي ما تقدرش تجيب الرئيس، على الاقل تجيب رئيس طرطور. فهمت؟ انا نقول لا ادري، هل الشعب تونسي لهذه الدرجه ابله؟ فهمت؟ وانا نفهم الدول الاخرى المتكلمه بالعربيه من مصر وكل شيء، فهمت، يصفقوا لتونس ويفتخروا تونس وكذا وكذا وكذا، فهمت، لانهم لا يعرفون التمثيليه ولا يعرفون الوضع في تونس ولا يعرفون اهدافنا ولا يعرفون تطلعاتنا ولا يعرفون ماذا نريد ان تصبح تونس. هذا هو الفرق. ولم معناتها واللي وصلنا له احنا مش هما اللي وصلوا له كما قلت لكم. فهمت؟ فتونس رغم كل الانجازات التي حققتها، معناتها حققتها، يجب ان يعلم الجميع ان التقدم والرقي والحضاره والوعي الذي عرفته تونس محصور في طبقه معينه، يا اما موجوده في الخارج، يا اما ليس لها اي منصب، يا اما موجوده في المناطق الساحليه والعاصمه، اما خارج هذه المناطق الجنوب، المناطق الداخليه، مع الاسف فهمت ليس هناك الا الاشخاص الذي ليس لهم اي درجه من الوعي. نعود الى موضوعنا. نحن نعلم ان الخط البورقيبي رغم كل سلبياته يبقى هو الاحسن لتونس كمرحله على الاقل، ولكن هذا الخط تشتت، وكما قلت والسبب نتاع التشتت نتاعو هو ولد قائد السبسي حافظ، هو اللي كسر النداء من اجل مصلحته الشخصيه، وهذا لا ينساه التاريخ، لان لو لم يكسر النداء فهمت، لان لو لم يكسر النداء لاستطاع أن يواجه النهضة الخطر الحقيقي. إذا هذا بصفة عامة الفكرة. إذا ما يسمى هذا المعتوه قيس سعيد فهمت، هذا المعتوه ما عبارة على ماريونيت. طبعا لو النهضة ربحت الأغلبية في الانتخابات التشريعية فهمت، هو صحيح عنده افكار، هو شنو، شكون هو قيس سعيد؟ هو قذافي صغير، هو الجماهيريه الثانيه فهمت، هيا نقدوا لجان من الاحياء ونشوفوا الشباب شنو يحبوا،
أول حاجة يتكلم بلغة ما يفهمهاش الشعب، يتكلمني بالعربية الفصحى، عبارة على واحد متقدم للانتخابات في فرنسا يتكلم باللاتيني، أش فهمه من ربه؟ إنسان تكنوقراطي، إنسان أستاذ قانون، فهمت؟ ولكن فما تكنوقراط من تكنوقراط، فهمت؟ أما هو تكنوقراطي تكنوقراطي، يعني ما يفهم شيء في السياسة، لكن في نفس الوقت يفهم في السياسة. ما تقولوش مستقل وما تقولوش مش مدعوم، مدعوم مدعوم، انساوها هذه فكرة مش مدعوم. مش يوصل 19% هكاك، صحيح نصف النسبة نتاع المنتخبين لم يشاركوا في الانتخابات، فهمت؟ الصراع واضح في تونس من بين فرنسا ومن بين أمريكا، فهمت؟ ومن بين التخلف بتاع الدول العربية الإسلامية اللي هي النهضة وما تبعها ومنها قيس سعيد. إذا لو انتصر قيس سعيد، أنا ننصحكم، اسمعني، أنا ما عادش يهمني في تونس أصلا. أنا ننصحكم، فهمت؟ ننصحكم يا سيدي، ينتخبوهم ربهم الإسلاميين، هاي ينتخبوا قيس سعيد وعملوا كتلة برلمانية نهضوية قوية، فهمت؟ وخلي الدولة تولي إسلامية، ونحيوا الحريات والمكاسب وكل شيء اللي عملهم بورقيبة واللي عملوهم من بعدهم ومن بعدهم ومن بعدهم، وذوقوا وشموا ريحة شنو الإسلام، تحبوا دولة إسلامية. أنا شخصيا، فهمت؟ أعتبر، فهمت؟ نعتبر انتخاب الإسلاميين، خليهم يوصلوا للسلطة، خليهم يوصلوا للسلطة ونتحول المعارضة، فهمت؟ لأن لا يمكن إسقاطهم بهذه الطريقة. خليهم يوصلوا للسلطة، خلي تولي تونس دولة داعشية يا رب، وخلي تدخل الأمم المتحدة وتدخل الدنيا الكل. خلي هما توا 8 سنين شر، 8 سنين شر، الشعب جهلوه بالمدارس القرآنية متاعهم. وبالنسبة للمتنورين، اخرجوا من رب البلاد، حتى كي تولي إسلامية تنجموا حتى تاخذوا اللجوء، هاي فهمت؟ إذا الشعب التونسي مشكل عنده خيارين، وهذا الخيارات أنا مانيش نتكلم لو على العمالة وعلى المؤامرة، خاطر أوروبا أو الغرب أو أمريكا ما عادش تتآمر على دولنا، ما عادش تتآمر، إحنا نتآمروا على أرواحنا. فاتتنا بآلاف الكيلومترات، ما عادش تغزر لنا أصلا، خلينا إحنا ناكلوا بعضنا، فهمت؟ ونعملوا لهم ديمقراطية، عندهم خيارين، يا إما الخيارين الموجودين، شوف، يا إما تكون تابع لينا وتابع اقتصادنا وتعطينا المصالح متاعنا، يا إما هاوك الإسلام وهاوك التخلف وهاوك توا باش يجيبوا لنا هدايا قيس سعيد باش يكون لنا الجماهيرية. الجماهيرية العربية التونسية، إنسان مخضرم، فهمت؟ إنسان، فهمت، محافظ لأقصى درجة ضد الحريات، فهمت؟ انتخبوه هو رئيس، وجيبونا وانتخبوا كتلة قوية للإسلاميين في البرلمان، وخلي الانتخابات الجاية يطلع لنا عبد الفتاح مرو رئيس. أوكي؟ هذه الكلمة اللي حبيت أقولها. أنا فسخت يديا، فهمت؟ الشيء الوحيد اللي نجمو نعملوه المثقفين والواعين هو توعية هذا الشعب، فهمت؟ هكا هو، لأن توا جيل كامل من المدارس القرآنية قاعد يطلع، جيل كامل يا ودي، أنت شوف، هاني نشوف أنا في فيسبوك، تكتب معاه بالفرنسي ما يفهم، تكتب معاه بالعربي ما يفهم، تكتب معاه بالدارجة ما يفهم، فهمت؟ يعرف كان صباع وضحكة هكا هو، فهمت؟ هذا هو، ولا يحط لك كوبي كولي أي قرآني. المهم كملت وجهة نظري، فهمت؟ وكان عندكم بعض الأسئلة، مرحبا بكم، ما نحبش نزيد نطول أكثر، ديجا 45 دقيقة.
نبيل القروي ظاهر، نبيل القروي علاش حطوه في الحبس؟ فهمت؟ باش ما ينافسش عبد الكريم الزبيدي، فهمت؟ نبيل القروي ظاهر. شيء طبيعي، شيء طبيعي. جمال بن كيلاني رئيس حملته، هو فكر الجماهيريه يا اخي. الجماهيريه شنيه؟ الجماهيريه هي فكر شيوعي، ماهوش حتى يساري، فكر شيوعي مخنس خامش، فهمت؟ فكر خامج اصلا يا ولدي. ميدون ثوره حقيقيه واعاده الهويه الحقيقيه للشعوب الشمال الافريقيه لا يمكن ان تقوم لكم قائمه. شعب بلا هويه، شعب بلا تاريخ، شعب بلا هويه، شعب بلا وجود، شعب بلا هويه لا تحترمه اي شعب اخر لا يحترمه. يا ودي ما عندناش طبقه مثقفه، ما عندناش، عندنا ثقافه، عندنا طبقه متعلمه. المثقفين ما همش، ما يعطيهمش الكلمه. هل نعرف ياسر المثقفين ما عندهمش الكلمه؟ جيبونا شكون في التلفزه يجيبونا؟ فهمت؟ لا 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 عبد الرحمن، لا اسمع اسمع، خليهم يوصلوا. انا جو سوي توا بور لاريفي دي اسلاميست او بوفوار، سوي بور، خلي يوصلوا وخرجوا لهم البلاد، فهمت؟ لازم ثورة، ثورة، ثورة حقيقية. أو قبل الثورة لازم توعية. أنا الحل الوحيد هو توعية الطبقة الواعية أو المثقفة عندها الوسائل الإعلامية الآن والإنترنت، لازم توعي الشعب، فهمت؟ طبعا تحت الإفلاس، تونس تحت الإفلاس، شيء طبيعي. ويتعاركوا عليها، هاي فرنسا، هاي أمريكا، شكون يشريها؟ خاطر هي مدخل لكل افريقيا، اللي يملك تونس يملك كل افريقيا وثروات افريقيا. كونتوني دو ليفيكاسيتي دي بورغي بيزم بور فير فاس اوز اسلاميست كي اي لو او لو فيتور ليجيتيم سير كيل اون بو. البورجيبيين، البورجيبيين راهم، البورجيبيين هما ما همش ناس نامبورت كوا، فهمت؟ سي با نامبورت كوا، سي سون دي جون. يقول لك احنا عندنا شعب متخلف، عندنا دولة صغيرة، عندنا ما عندناش ثروات اقتصادية، خلينا بشوية بشوية، فهمت؟ نتطوروا ونوليو ضمن، فهمت؟ بورقيبه مات، معناتها بورقيبه معناتها تنحى من الحكم وما كملش الخطه نتاعو، خاطر بورقيبه كانت عنده منهجيه نتاعو تتقسم الى ثلاث مراحل، فهمت؟ وذكرها في الكتاب نتاعي. المرحله الاولى هي التعليم، المرحله الثانيه هي الاقتصاد، المرحله الثالثه هي الحريات. هو ما خلاهوش يكمل البرنامج نتاعو، هما جاوه في 1984 هو في قمة التعليم وعملوا له ثورة الخبز، فهمت؟ وشكون شارك فيها ثورة الخبز؟ الكلاب هذو، مش معناتها الإسلام السياسي يجب ثورة شعبية عليه، ثورة نهائية تمعيه من الوجود، فهمت؟ فماش هذه، وهذا لا يمكن الا بالتوعيه، بالتوعيه، خدمه، كتب، فيديوهات، مجلات، كذا كذا، اعملوا اللي تنجم. برنامجها فيما يخص الحكم المحلي، برنامج عجبني يا كريم. يا ولدي انت تعرفوا البرنامج؟ امشي اقرا الجماهيريه، امشي اقرا كتاب الاخضر بتاع القذافي. كلام فارغ، شيوعيه. فكره شيوعيه. الشعب يحكم نفسه، فكرة خيالية، إيتيوبية، مثالية، مش هكاكة، فما طبقية في الوجود. ما تنجمش تقول الأرنب كي الصيد،
مثالية. العباد اللي ينتخبوه ويقولوا باهي ما هموش فاهمين في السياسة. ما عادش يقراوا. المهم ما نزيدش نطول عليكم ياسر. شكرا على الحضور. ميرسي بيان. وطبعا حطوا بيبليك كان تحبوا توزعوه الفيديو طبعا. اوكي؟ ازول ولا نزول؟ بسلامة. Thank you.